المهم مبادرة واعرة ديال الافتتاح ديال هذا المركب هذا، واخا الثقة ديالو هو اللي كيبقى وجه النظر ديال الموقع ديالو هنايا كان وطن، ولكن هو إضافة لمدينة العريش اللي في الصح محتاجة فيه، ونتمناو أنه يكون القرى عندهم بعض الأحياء اللي العريش محتاجة فيها محتاجة فيها. ونداء الإخوان اللي كاينين في إسبانيا بصفة خاصة وبصفة عامة، والإخوان اللي كاينين في قطر، وكاين مجموعة ديال أبناء مدينة العريش اللي كيشطوا بجميع المجالات ديال العريش. كنتمنى من الله أن كذلك الإخوان ديال هنا يفتحوا معاهم مجموعة ديال القنوات ديال الحوار باش يستافدوا من هذا، وفي نفس الوقت أن العريش تستغل العلاقة اللي عند مجموعة ديال الإخوان، العلاقات السياسية ولا العلاقات الثقافية اللي عند مجموعة ديال الإخوان العريشيين اللي كيشتغلوا في المجال ديال لا في المجال المدني ولا في المجال السياسي. وهذا كمركب بصح يقدر يساهم بشكل كبير لاستقطاب مجموعة ديال الأنشطة ويحفر الوجه شوية، فهمتيني؟ لأن كان بصح كيجي مجموعة ديال الإخوان من إسبان كذلك كيجيو لهنا، ودائما كيكون عند المدير نقطة اللي كيكونوا كينقشاو كاين شي بيئة ثقافية اللي تستقطب خاصة من العريش. وكنتمناو من المسؤولين كذلك بهذه المناسبة يسمحوا لي الإخوان أن هذا مركب ثقافي، وكنتمناو إن شاء الله يا ربي ولو غير ملعب رياضي كذلك نمشيو شي تاني رياضي ديالنا نمشيو لبلاصة أخرى. وتحية لدار الجميع.